طيب يعني احنا ملاحظين في الفترة الأخيرة التطورات القوية جدا اللي بتحصل في الدوري السعودي، لدرجة انه بقى في دوريات في العالم بتشتكي تقول لك بياخدوا اللعيبة بتاعتنا عندهم وبيعملوا دوري سوبر كبير وحاجات من الدوري الألماني والإنجليز عندهم شكوى. وطبعا أيضا هناك أشياء كثيرة وكلام كتير وإشاعات كثيرة عن انتقالات لعيبة مصريين إلى الدوري السعودي. الأرقام والأسماء والأشياء بتقول إن احنا هنشوف دوري العام القادم من أقوى ما يمكن، يعني الأسماء اللي انتقلت بالفعل الإشاعات لو نصها صح انت هتشوف دوري غير عادي وغير تقليدي. معانا الأستاذ عاطف الأحمدي الناقد الرياضي من الرياض، أهلا بيك يا فندم. السلام عليكم، تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين الكرام. أخبار الانتقالات إيه؟ يعني كل يوم بنسمع اسم قوي، وطبعا دلوقتي بقينا بنصدق لأنه بعد انتقال رونالدو وبنزيما يعني خلاص لما بيتقال الخبر بنفهم أنه القدرة دي بقت موجودة. يمكن أنت سلام رجل في المقدمة قلت كلام جدا ممتاز وفعلا هو حقيقي. اليوم لما تتكلم على عملية التعاقدات أو الميركاتو الصيف على مستوى الكرة السعودية، اليوم أصبحنا ننافس كثير من الأندية في عملية التعاقدات. في السابق هذا ما كان موجود، هذا يدل على عملية التطور الكبير اللي حصلت على مستوى الكرة السعودية بدعم مباشر من الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ومن وزير الرياضة. عندما يكون عندك قائد ملهم ووزير شغوف ثق تماما أن الكرة السعودية ماشية في الطريق السليم ومن تطور لتطور. كثير من الأندية الأوروبية الآن بتعاني، في السابق كان هذا الأمر موجود فعليا على أرض الواقع في عملية التعاقدات. خلينا نتكلم معك بكل صراحة، كانت التعاقدات ليست من الفئة A، نتكلم على تعاقدات أقل ما يمكن، هي مجرد سد لحاجة أو لتواجد في الدوري السعودي. اليوم لا، اليوم الجودة اختلفت، كثير من الأندية بدأت تبحث عن القطع اللي تفقدها، قطع تكون مميزة وقادرة على عملية التنافسية. الدوري هذا الموسم أو اللي بننتظره احنا هذا الموسم بالتأكيد هو امتداد لما حصل في الموسم السابق من إثارة وتنافسية كبيرة داخل الملعب، وأيضا ارتفاع للسوق أو القيمة السوقية للدوري السعودي. طب خلينا نتكلم على اسمين كبار جدا ونعرف إيه آخر التطورات بتاعتهم، ساديو ماني ورياض محرز، إيه آخر التطورات في الاسمين؟ شوف رياض محرز يمكن بشكل كبير انتهى وضعه بالنسبة للنادي الأهلي السعودي. ساديو ماني كان في مفاوضات يعني كبيرة مع الأهلي السعودي يمكن توقفت خلال الفترة، إنما رياض محرز أنت بتقول إنه خلاص رايح الدوري السعودي. انتهى رياض محرز تقريبا بنسبة كبيرة خلاص في الأهلي السعودي. يمكن بوصلة النادي الأهلي السعودي تحولت من ساديو ماني للفرنسي سانتو كيمان مهاجم نيوكاسل، يمكن بات قريبا من النادي الأهلي. يمكن النادي الأهلي يمكن الأندية أكثر نشاطا خلال الفترة الحالية، يمكن الاتحاد والهلال والنصر يمكن سبقوهم في عملية التعاقدات، يمكن الأهلي الأكثر نشاطا، يعني حتى في مفاوضات كبيرة مع كثير من اللاعبين اللي يلعبون في الدوريات الأوروبية. يمكن نتكلم على سفيان مرابط، يمكن النجم الكبير اللي شفناه في منتخب المغرب في كأس العالم، يمكن أحد الأسماء اللي الأهلي في صدد مفاوضات كبيرة معها. حتى وناحي نتكلم على أسماء كثيرة، دي اللعيبة من العيار الثقيل، وهذه الميزة اللي الآن ممكن إحنا كسعوديين أو كرياضيين نتكلم عليها بكل فخر، إن اليوم اللاعب عندما يصل عرض من الأندية السعودية ما يعني أو في البداية أو في السابق كانت عملية الرفض هي للوهلة الأولى، اليوم لا، اليوم لا، في منافسة مختلفة، في تركيبة مختلفة، في مشروع كبير قاعد يتم في هذا المكان، فاللاعب يبدأ في عملية الإقناع والتواجد. خلاف هذا الأمر الصورة الذهنية المميزة اللي نقلها اللاعب كريستيانو رونالدو لما جاء الموسم الماضي وهذا التنافسية اللي موجود على مستوى الدوري السعودي، بدأ يتكلم عن منافسة مختلفة وقد تكون هي من المنافسات اللي حتسيطر في المستقبل على منظومة كرة القدم. خلينا برضو نسأل على عدد من اللاعبين.